معاهم غصب عنه. كان بيضحك ويبوس فيهم وهو عام وهو اللي عارفهم جواسيس هو اللي صالحهم يعني شكراً زكي عارف ما عندهم زكي جدا كنت يعني كنت اتمنى انه هو عايش اليوم هذا يشوف امره يشوفه كيف زي الجرزاء رجعوا لك بعثوا لك عباس والله الحمد لله ان ربنا احيانا حتى نرى هذا اليوم يا سيدي اليوم كبير يعني ما اسوي الظلم اللي حصل انا اقول لك شيء انا قلت هذا الكلام ابو زيد من اين يتحديدك ربنا يكفينا ويكفيكم شر الظلم في دعوه اللهم لا تجعلني ظالما ولا مظلوما اللهم انا نعوذ بك من ان نظلم او ان نظلم او ان نجهل او يجهل علينا يا سيد العزيز بس انا اقول لك اسمعني انا بس اقول لك اقول لك شيء كل قبل 17 قبل 17 واحد اللي في تونس حصل 12 تونس قبل 12 واحد اذا بتروح على الاركايف 12 اذا بتروح على الاركايف انت وبتقرا التحليلات السياسيه الموجوده في العالم العربي من قبل المثقفين والتحليلات السياسيه الموجوده في العالم جميعاته وبالذات الناس العرب يعني وبتقرا الكتابات لم يوجد إنسان واحد كان يتنبأ أو يكتب عن إمكانية حصول هذا الانقلاب الجماعي الأممي ولا كان متوقع لم يحصل لا يعني حتى يعني أنا العبد اللي بحكي معاك إذا بطول بقرأ اللي أنا كتبته واللي أنا كنت كاتبه عن الشعوب العربية وعن حالة اليأس العدم المطلق انه حتى انه الشعوب العربيه كانوا بيسالونا يقول طيب انه الشعوب العربيه يعني نثبتكم الامن العام هتروحوا من الامن الدوله هتروحوا من الجيش ما يا هلا مستوى معين بالنسبه للكرامه والحريه الفرديه مستوى معين مناسيب معينه يجب على الحكومات ان تراعي انها هذه هي اللي انا بحبها الاشياء القديمه لا هذا شوف الموت ما هو هذا كل واحد بلد كل اللي هدي له صورة هلا أنا بتمثل ما فيش صورة سيدي في بس أنا أتذكر كيف شكلها أو أولادنا يعرفوا كيف بس كمان شو بدك تقول الفيلم 100% صافي زي تطلع على الجزيرة
بس المشكلة أنا مش عارف لحد هلا واحد يعلمني نقله من الفيديو مباشرة على الكمبيوتر على النت على اليوتيوب من الفيديو من الكاميرا مش مش هو كاميرا الفيديو او او الفي اتش اس من الفي اتش اس على اليوتيوب مباشره ما حدا عرف وشريت ال... هلا بس اخلص هذا بعد شوي يعني المساجد وتسميتها اذا دفع على التراب الاسرائيلي الحفر تحت الاقصى بس هذا كل هذا الحكي اسمح لي بس دقيقه انا خلوا اسمح لي دقيقه بس انا الخص كلام حضرتك اصبح العرب ومن قاده العرب يحكم على شعب كامل برايه الشخصي بوجهه نظره بس نعم وجهة نظره الفردية أنا وأنا بس وبتتجاوز ملايين حصل إحنا عشناها وأقنع يا عمي إحنا عشناها ولا بس أنا بدي أصبح ليلة أنا يعني أقصد ال بالكندرة نعم بس أنا بدي أصبح النقطة اللي أوصلك لها إنه بالرغم من كل هاي المشاهدات اللي نحكيها بالرغم من إقرار إجماع العالم على إنه أصبحت الشعوب العربية وصلت إلى حالة لا توصل لها بشكل مطلق وصلت